الآن دعونا نلقي نظرة على أوضاع البحث لجهاز الفورس. وضع البوست. سيبدأ الجهاز التشغيل في هذا الوضع. تم وضعه لاستخدامه في حقول الذهب، وهذا الوضع يقلل من آثار الصخور الساخنة. ذلك هو وضع تمييز ذو النغمتين، ويعتبر أعمق من وضع تمييز 3. سيقوم الجهاز بإصدار نغمة منخفضة للحديد والمعادن غير الثمينة. أما للمعادن الأخرى فإنه سوف يصدر نغمة واحدة كما هو الحال في وضع البحث العام، مما يزيد في حدة الصوت عند اقتراب القرص من الهدف. إخفاء الهدف ممكن في هذا الوضع. قيمة الضبط الافتراضي لميزة الإخفاء هي 10، لذلك سيتم تجاهل الصخور الساخنة إيجابية أو سلبية في هذا الوضع. الآن دعونا نشاهد كيفية عمل ميزة إخفاء الهدف. حاليا سنقوم بالحصول على معرف الهدف 20 من معدن غير ثمين، لذلك سنضبط إخفاء الهدف على 20. وكما تشاهد حاليا في الفيديو، الجهاز لم يعد ينتج نغمة تحذيرية على المعدن. كما ذكرنا من قبل، عند إخفاء الهدف بالقيمة 10 سيتم تجاهل الصخور الساخنة إيجابية أو سلبية. يجب أن تقوم بالموازنة الأرضية لتعمل ميزة الإخفاء بشكل صحيح. عند استخدام هذا الوضع، إذا قمت بتسجيل معرفات الصخور في الحقل ثم أخفيتهم باستخدام ميزة إخفاء الهدف، يمكنك الكشف عن شذرات الذهب تحت الحجارة أو قربها بشكل أعمق وبسهولة أكبر. قد يحتوي حقل البحث على الحديد والصخور. للقضاء على تأثير هذه الصخور، قد تحتاج إلى زيادة قيمة إخفاء الهدف. التمييز 3. هذا وضع التمييز بثلاث نغمات. سيقوم الجهاز بإصدار نغمة نخير منخفضة للحديد والمعادن غير الثمينة، ونغمة منخفضة عن الذهب. ونغمة مرتفعة للمعادن الثمينة كالفضة والنحاس الأصفر والنحاس. إخفاء الهدف ممكن في هذا الوضع. إذا أردت، تمكنك ميزة إخفاء الهدف من تجاهل الأهداف غير المرغوب بها. لنشاهد الآن كيفية عمل ميزة إخفاء الهدف مرة أخرى. حاليا سنقوم بالحصول على معرف الهدف 20 من معدن غير ثمين. عند ضبط إخفاء الهدف على 20، الجهاز سيقوم بتجاهل هذا المعدن. كما تشاهدون حاليا في الفيديو، الجهاز لم يعد يصدر نغمة تحذيرية على المعدن. قيمة الضبط الافتراضي لميزة الإخفاء هي 10، لذلك سيتم تجاهل الصخور الساخنة إيجابية أم سلبية في هذا الوضع. هذا الوضع هو المثالي للاستخدام في حقول التي تحوي نفايات أو أنواع مختلفة من المعادن، مما يتيح لك البحث بشكل أسرع مع التمييز الصوتي.
وضع البحث العام يشار إليه أحيانا باسم وضع كل المعادن، وهو أعمق وضع في الجهاز. هذا الوضع يختلف عن الأوضاع الأخرى، فهو يحدث في الخلفية صوت طنين مستمر أثناء عملية البحث. ارتفاع هذه الأصوات يتأثر مباشرة بعمق الهدف، ويتم ضبطها من إعدادات الطنين. في وضع البحث العام، الجهاز سيقوم بالتقاط كل الأهداف، المعادن والحجارة ذات المواد المعدنية العالية إلى آخره، من دون تمييز. وهوية الهدف المكتشف ستعرض على الشاشة، والجهاز سيعطي نغمة واحدة لكل الأهداف، وسيزداد صوت النغمة التحذيرية كلما اقتربنا من الهدف. صوت الصخور الساخنة الإيجابية تماما مثل المعادن، وتميل إلى إعطاء صوت دبدبة قصير. بشكل عام تكون معرفات هدفهم تتراوح بين 1 إلى 5. من جهة أخرى، الصخور الساخنة السالبة تميل لإعطاء صوت نخير. الجهاز لن يقوم بإعطاء هوية هدف لهذه الصخور، بغض النظر عن قوة الإشارة أو أنها نادرا ما ستعطيك هوية بين 95 و99. إخفاء الهدف لا يتوفر في هذا الوضع، بحيث سيتم تعطيله في القائمة.